قول لي يا ولد، مفيش دواء للنسيان؟ دواء ينسيني الليلة المشومة اللي شفتها؟ برشامة تخلي الواحد ينسى كل اللي فات؟ الحب أحسن دواء يا أمه. الحب هو اللي بيخلينا نكمل بعد المرار. الحب هو اللي بينتصر على الوجع وعلى الكره. عندك حق يا بنتي، الحب هو اللي بيكسر كل اللي فات. يلا يا ولاد عشان ترتاح. يلا. والله يا بابا حبيت القعده معاها قوي، كلامها صحيح خطف قلبي. يلا مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة. عشان ترتاح. مع السلامة يا ولاد. لا استني، انت عايزاك اقعد اقعد، عايزاك في حاجة. عيوني يا حبيبتي. تعرف يا بنتي اللي حازز في قلبي، الأولاد دول مهند وعلا وشيماء وشيرين، ما شفتهمش إلا لما كبروا. إن شاء الله تفضلي جنبهم العمر كله. عمر إيه؟ داني لو فردت رجلي هبقى برا الدنيا. إيه؟ يلا حسن الختام. بعد الشر عليكي، ألف بعد الشر. إن شاء الله هتبقي زي الفل وترجعي تنوري بيتك بالسلامة. تعرفي عادل ولدي كان صح، لو كان سمع كلامي كان زمانه دلوك عند جرطة عيال لا هيعرف يربيهم ولا يعلمهم. انت ولدي طلعت صح. الحمد لله. بعد الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده، لازم تجينا البيت وتنورينا والولاد يشبعوا منك. ايه ده بيت ايه اللي تيجي تقعد معاكوا فيه؟ تيتا رجلها على رجلي. ازيك يا حبايبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بقالكوا كام ساعه بقى قاعدين تتودودوا؟ سيبونا نشوف شغلنا بقى. وبعدين انا الدكتوره المعالجه بتاعتها ولازم اتابعها يوميا، عشان كده لازم تيجي معانا البيت. طب ايه رايك يا دكتوره في حاله المريض؟ لازم تيتا تيجي معانا عشان نعتني بيها اكتر. بيت ايه؟ انتوا هتعملوا لي ممر صحي؟ انت الحمد لله بقيتي زي الفل، بس برضو هتيجي معانا البيت مفيش كلام. الرعايه بعد العمليه اهم بكتير، وبعدين عشان نشبع منك بقى. وبعدين يا تيتا تغيري جو شويه، تشمي هوا في الجنينه، تدوقي اكل ماما الخطير. لا اذا كان كده بقى انا كمان لازم اجي معاكم. ده انت تنورينا. ولا ايه يا حبيبتي؟ ايوه نشوف. ربنا يخليكي لينا.